السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربية للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم واحد العرض رائع ديال واحد المنزل اللي كيتباع في سلوان، بلاصة كوميرسيال، بلاصة تصلح للتجارة. المنزل المساحة ديالو 129 متر مربع لتحت، عنده جوج الواجهات، يعني المساحة الفوق ديريكتومون كتعطينا 149 متر مربع، مساحة كبيرة، فينيسيون مزيانة وحديثة، ار بلس دو في السفلين وجوج ايطاج الفوق. كاين فيه ثلاثه ديال الكراجات لتحت على الشارع، اصلاح للتجاره كما كتشوفوا. كاين فيه واحد الحمام تحت الدروج، كاين هنايا هذه البليصه هذه على حساب الحوايج اللي كيكونوا زايدين ولا كيتخباو هنايا باش ما تضيعش داك المساحه تحت الدروج. فينيسيون ممتازه الصراحه، لا النوعيه ديال الرخام اللي كاينه في الدار ولا الصباغه، كل شيء مزيان في هذه الدار هذه. باسمانو كما كتشوفوا ديال العود، دروج طالعين بالرخام، فينيسيون جد رائعه. والمنزل كما قلنا جاي في موقع استراتيجي، موقع مزيان، ولتحت راه علاش فيه غير ديك الاسباس اللي شفنا، حيت فيه ثلاثه ديال الكراجات كبارين على الشارع. الكراجات يقدروا يجيبوا حتى 2000 2500 درهم الكراج الواحد، يعني قدر تما حتى 7000 درهم اللي غادي يدخل في الشهر ديال الكرا. هنايا في الدخله في البروميير ايطاج كنلقاو الصالون، ديما الصالونات سيباري جايين في الدخله، يعني ما كتدخلش للدار الداخل، وهذه واحد الميزه اضافيه. شتراجم ديال الالومنيوم، نوعيه ممتازه، ولي ريدو الكتريك. دابا عاد غادي ندخلو للدار، هذا البروميير ايطاج، كل ايطاج فيه الكوزينه ديالو، يعني دور كل وحده سكنه بوحدها، يعني كيكون عندها الدار واحد الامتياز ملي كيكون عندها كل ايطاج فيه الكوزينه والحمام والبيوت والصالون. هذا هو المطبخ، مطبخ رائع الصراحه، داير على جوج جهات، والدار اللي عندها جوج الفصادات دائما كتكون ممتازه. علاش؟ من ناحيه ديال الاضاءه، من ناحيه ديال التهويه، لانه كل شيء كيكون عنده شتراجم على لافاصاد. انتم كتشوفوا المطبخ عنده شتراجم على لافاصاد الاولانيه، ومطبخ رائع الصراحه، شي حاجه مزيانه بزاف. لا فينيسيون راه كل شيء كتشوفوا على عينيكم. هنا البيت الاول، كاين ثلاثه ديال البيوت في بروميير ايطاج. البيت الاول عنده شتراجم على دو فاصاد، هذا هو اللي قلنا لكم، كتشوفوا البيوت مشمشين كتدخلوا من الشمس، يعني الصباح والعشيه. فوالا، حتى البيوت راهم كبارين، والصراحه هاد الدار هادي غزاله ما شاء الله، شي حاجه مزيانه بزاف. هذا البيت الثاني نفس الشيء، شرجم على لافاصاد، كذلك الامر البيت الثالث اللي غنشوفهم دابا شويه. والبيوت كاملين دايس فيهم لانستالاسيون ديال التلفازه وديال الانترنيت، وحتى لانستالاسيون ديال الكليما كاينه تما، يعني الواحد الا جاب الكليما ما يحتاجش عادي يهرس شي حاجه ولا. البيت كما كتشوفوه الثالث كيجي رائع، بواحد لي بلاكار اللي فيه وفيهم البلاصه ديال التلفازه وفيه الحمام ديالو لداخل. الطوطه اللي كاين في الدار هذه كاين فيها خمسه ديال البيوت، جوج الصالونات كبارين، اربعه او خمسه ديال الحمامات عفوا، جوج ديال الكوزينات، والسيجور كاين واحد السيجور كبير في الدوزيام ايطاج، وكاين فيها ثلاثه ديال الكراجات. هذا هو الانستالاسيون ديال الكليماتيزور كما كتشوفوا، نوعية ديال البيبان ولا ديال الصباغة ولا ديال الكارلا، شي حاجة مزيانة بزاف، بروميير شوا. هذا هو الحمام اللي كاين في البروميير ايطاج. الحمام اللي في الدوزيام ايطاج كبير، لأنه ما كاينش ثلاثة ديال البيوت في الدوزيام، كاين جوج ديال البيوت، على داك الشيء المساحة ديال الحمام كبيرة. بالنسبة للدار جاية قريبة على جميع المرافق، هذا الباتيو، الدار حداها تقريبا المسجد قريب عليها، حداها المدرسة قريب عليها ب 100 متر فقط، الشارع حدا الباب، يعني المويان ترونسبور قرابين بزاف، وقريبة على السونتر ديال سلوان يمكن واحد 4 دقائق حتى 5 على الرجل، يعني جاية في واحد الموقع استراتيجي. كما قلنا الكراجات يصلحوا للكرة، فيها ثلاثة ديال الكراجات، اللي غيشريها يكريهم من غدا لأنه مطلوب تما الكرة. دابا غادي نطلعوا باش نشوفوا الدوزيام ايطاج، نفس الشيء، الصالون في الدخلة، لأنه يعني ملي كيجيو الضياف ما عندو علاش يدخل للدار لداخل، كيكون على برا. دار صراحة الموقع ديالها ممتاز، عندها واحد الموقع رائع، يعني غتصلح حتى اللي بغا يكري الكراجات يكريهم، ويكون عندو واحد الدخل شهري
هذا هو المطبخ او تاني بحل تحت الشرجم على الفصاد، مطبخ رائع. البوطاجين عنده النوعيه ديال الرخام ديال الجالاكسي، وحتى المطبخ راه ماشي الام دي اف اللي مثلا دغيا يضيع ولا دارها اللوح، يعني خشب شي حاجه مزيانه بزاف ديال الدوام. هذا البيت اللي الفوق الصباغه لون مغاير، جوج شراجم على دو فصاد، نذكروا انه الشراجم الومنيوم اللي يريدو الكتريك. كاين عنده هاد الاسباس كبير في الوسط، ديكوراسيون في السقف بالقبس في البيوت كاملين وفي الصالونات. هنا البيت الثاني اللي كاين الفوق والبيت الخامس اللي كاين في الدار نفس الفصاله ديال التحت، حتى هو عنده بلاكارات كاملين ديال العود، شي حاجه مزيانه بزاف، فيهم بلاصه ديال التلفازه، وكاين عنده الحمام ديالو لداخل. نعاودو نذكروا بالمعلومات انه هذا المنزل هذا المساحه ديالو 129 متر مربع لتحت و 149 متر مربع الفوق، لانه عنده جوج الواجهات جاي في سلوان، فيه ثلاثه ديال الكراجات، دوزيام ايطاج السفلي وجوج طبقات الفوق، ملكيه. المنزل باقي جديد ومبني على الصح، وشي حاجه مزيانه بزاف، فينيسيون احسن ما كاين. بالنسبه للثمن البيع ديال هذا المنزل هذا هو 160 مليون سنتيم، الثمن البيع ديال هذا المنزل هذا هو 160 مليون سنتيم، قابله للتفاوض بالنسبه للناس الجادين. حتى نتوما الا عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه في الناظور ولا في النواحي ديال مدينه الناظور، ولا بغيتو ديروا شي تقييم لشي عقار ديالكم شحال يكون ساوي باش يتباع ولا بشحال باش تقدروا تشريوا، اتصلوا بنا على نفس الرقم. كنشكركم بزاف على المتابعه والسلام عليكم.